المعلومات التي جمعناها مفيدة، ولكننا نسينا أمرا مهما جدا. ماذا نسينا؟ لقد نسينا الأساس، وأساس القراءة هو الحروف، حروف الأبجدية. نعم أكيد، حروف الأبجدية. ألف باء تاء ثاء، هذه أغلى حروف هجاء. ألف باء تاء ثاء، هذه أغلى حروف هجاء. جيم حاء خاء دال، أكتب قصصا فيها خيال. جيم حاء خاء دال، أكتب قصصا فيها خيال. ذال راء زاي سين، أقرأ وحدي دون معين. ذال راء زاي سين، أقرأ وحدي دون معين. شين صاد ضاد طاء، لغة الأحلى لحن غناء. ظاء عين غين فاء، أتواصل من غير عناء. قاف كاف لام ميم، الحرف أصل التعليم. نون هاء واو ياء، سأغنيها صبح مساء. نون هاء واو ياء، سأغنيها صبح مساء. سأغنيها 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 صبح مساء. رائع، أحسنتم.